واصلت قوات الاحتلال الصهيوني لليوم الثامن تواليا عدوانها الهمجي على قطاع غزة بكثافة نارية هائلة ومدمرة، بينما أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 شهيدا، بينهم 724 طفلا و 458 امرأة، بينما يقترب عدد الجرحى من 10,000 جريح. وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع في القطاع صعب جدا وكارثي في ظل العدوان المتواصل منذ أيام، حيث طال التأثير كل مناحي الحياة في ظل منع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء. ولمتابعة آخر التطورات في قطاع غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون دولة الكويت سعاد الإمام. سعاد، بعد التحية، مع دخول العدوان على غزة يومه الثامن، لو تطلعين على آخر التطورات على الأرض حتى الآن. يعني لازالت الغارات الجوية الإسرائيلية متواصلة فيما تتوسع دائرة العدوان بشكل مكثف وسريع بوتيرة سريعة جدا، خاصة بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي مطالبته لمن بقيوا داخل مدينة غزة وفي المنطقة الشمالية بضرورة إخلائها والتوجه فورا إلى المناطق الجنوبية، حيث أعطى جيش الاحتلال حسب التوقيت المحلي لفلسطين حتى الساعة 4 من اليوم أن يتم نزوح كافة من بقوا في المناطق التي تم إخلائها. وفي هذه الأثناء تتواصل الوفود الحاشدة من تدفق المواطنين نحو مناطق الجنوب وسط ظروف صعبة، مشيا على الأقدام بسبب عدم توفر سيارات لنقلهم بسبب نقص الوقود. أضف إلى ذلك بأن الاحتلال الإسرائيلي طلب من عدة مستشفيات في قطاع غزة ومدينة غزة بضرورة إخلاء هذه المستشفيات حتى من الجرحى والمرضى بداخلها، وذلك ربما تمهيدا لقصفها. مستشفى العودة شمالا رفضت الطلب الإسرائيلي وأبلغتهم بأنها كيف ستنقل الجرحى والمرضى الذين يتواجدون في المستشفى، كيف ستنقلهم إلى مناطق الجنوب وسيارات الإسعاف لديها فقط وقود لنقل الجرحى. كل ذلك يتعلق بمدى نقص الإمكانيات الموجودة في قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إعلانه الأول من نوعه أن طواقمها غير قادرة على إجلاء الشهداء والجرحى في العديد من المناطق، وذلك أيضا بسبب نقص الوقود. أصبحت المباني التي تنهار على رؤوس ساكنها بسبب المجازر الإسرائيلية، رجال الدفاع المدني لا يستطيعون من انتشال الأحياء الذين يناشدون تحت الركام، وذلك بسبب تعطل المعدات الخاصة بهم أيضا بسبب الوقود. إذن الأزمات الإنسانية التي كنا نتحدث عنها منذ يومين بأنها سنتفاقم ونقوص الخطر سيدق، هو بالفعل دق بسبب غياب الوقود، الكهرباء، الماء، الدواء، الطعام. المستشفيات تنادي منذ ساعات الصباح على ضرورة وجود كوادر صحية تلتحق بها، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة، كما تنادي بكل حب الدواء وتنادي بكل سيارة إسعاف من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوضع صعب، المجازر متواصلة، الاحتلال يبدو أنه لديه رؤية وسيناريو نحو مدينة غزة وشمالها الذي أخلاه منذ الأمس، أنه ربما يكون سيناريو الاجتياح البري هو القائم، خاصة من تشديده على ضرورة إخلاء هذه المدن. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أن الترحيل القسري لأكثر من 1,300,000 فلسطيني موجودين في مدينة غزة وضواحيها من أن ينتقلوا إلى الجنوب، هذا يخالف القانون الإنساني الدولي. فيما أعلنت الأمم المتحدة أن نقل أكثر من 1,000,000 شخص من منطقة محاصرة هو أمر خطير وغير
ممكن. أيضا مراكز الإيواء التي تمتلئ بالناجحين أصبحت تفتقر. نعم سعاد، بالحديث عن موضوع نزوح يعني الفلسطينيين إلى مناطق الجنوب، يعني صفي لنا المشهد أكثر حتى هذه اللحظة. المشهد في الجنوب يعج بالمواطنين في مختلف الأماكن، في المدارس، في المساجد، في مراكز الإيواء، في منازل الفلسطينيين. كل منزل هنا في المنازل يوجد به على الأقل من 40 ل 50 ل 80 شخص وأكثر حسب حجم المنزل. الأسر تتكدس فوق بعضها البعض. الرجال يمتلئون في الشوارع. صراحة الأوضاع مزرية في جنوب قطاع غزة، وكأن الاحتلال يريد حصر كل سكان القطاع في منطقة واحدة ويريد قطع عنهم كل شيء. أيضا هناك دعوات وهناك نداءات لأن يتم فتح ممر إنساني من عبر المعابر. ولكن الجدير بالذكر هنا أنه خلال جولة قمنا بها صباح هذا اليوم وجدنا بأن فرق من المتطوعين الفلسطينيين يقومون بتوزيع حاجيات، تمور ووجبات ومياه ومستلزمات وخبز على النازحين، وكانت تحمل هذه المساعدات شعار جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كانت تمدهم بهذه الأشياء. وحسب ما تحدثنا مع النازحين بأنهم تلقوا على مدى الساعات هذه الحاجيات الأساسية من الماء والغذاء، وهذا ليس بغريب. نعم سعاد الإمام مراسلة تلفزيون دولة الكويت، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.